وللحديث أكثر حول هذه المبادرة يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا، رئيس هيئة الطاقة المستدامة. أهلا بك سعادة الدكتور في نشرة الثالثة. بداية، هل لك أن تحدثنا أكثر حول إطلاق هذه الجائزة وما هي أهدافها؟ شكرا لكم وشكرا على الاستضافة. جائزة هيئة الطاقة المستدامة للطاقة المتجددة هي أول جائزة من نوعها في مملكة البحرين، وهناك ثلاث أهداف رئيسية لاستحداث هذه الجائزة. الهدف الأول هو تشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة والاستفادة من زيادة الاستفادة من الطاقة المتجددة والنهوض بهذا القطاع الواحد في مملكة البحرين. والهدف الثاني هو زيادة الوعي عن أهمية الاستفادة من الطاقة المتجددة وتعزيز الوعي العام حول مفاهيم الطاقة المتجددة. والهدف الثالث هو المساهمة في تحقيق أهداف الوصول إلى الحياد الصفري التي أعلن عنها سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة مؤخرا في قمة المناخ في غلاسكو. وسوف يتم تقييم طلبات التقدم لهذه الجائزة حسب ثلاثة معايير أو محاور، هي كالتالي: المحور الأول هو الابتكار، أي هل المشروع مشروع الطاقة المتجددة يتميز من الناحية الإبداعية، وهل يقدم حلولا فريدة واستثنائية. المحور الثاني هو الاستدامة، هل المشروع فيه استدامة من ناحية تعددية الاستخدامات المثالية وقابليته للتوسع في المستقبل، وهل المشروع يمثل ريادة في الأعمال. المحور الثالث هو الأثر، ما أثر هذا المشروع وهل يمكن قياس آثاره على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهل المشروع سوف يوفر وظائف، وهل يقلل الانبعاثات، وما مردوده على الاقتصاد الوطني للبحرين. نعم، بالتأكيد دكتور، يعني هذه الجائزة هي فكرة ومبادرة تأتي ضمن استراتيجية أكبر تقومون بها في الهيئة. في الوضع الحالي، ما هي جهودكم للنهوض بقطاع الطاقة المتجددة في البحرين، وأيضا من ناحية تشجيع الاستثمار في هذا القطاع؟ منذ صدور المرسوم الملكي من قبل سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه بإنشاء هيئة الطاقة المستدامة في أكتوبر 2019، أي قبل سنتين، والهيئة تبذل جهود حثيثة للنهوض بقطاع الطاقة المتجددة. ولهذا الغرض عدت الهيئة خطط استراتيجية تتكون من الخطة الوطنية للطاقة المتجددة والخطة الوطنية لكفاءة الطاقة. الخطة الوطنية للطاقة المتجددة تحتوي على ثلاث سياسات لتمكين الاستفادة من الطاقة المتجددة، وكذلك تحتوي على سبعة أنواع من مشاريع الطاقة المتجددة التي يجب تنفيذها بحلول عام 2025 لكي تتمكن مملكة البحرين من تحقيق الهدف الوطني للطاقة المتجددة. والهدف الوطني هو تحقيق 5%، أي ما يعادل 250 ميجاوات من الطاقة المتجددة النظيفة بحلول عام 2025. ويسرني بهذه المناسبة أن أعلن أن مملكة البحرين استطاعت تحقيق هذا الهدف الذي هو 250 ميجاوات، وتخطتها قليلا إلى 258 إلى الآن، أي قبل أربع سنوات من موعد تحقيقها في 2025.
أما بالنسبة للخطة الوطنية لكفاءة الطاقة فهو تحقيق زيادة في كفاءة الطاقة بنسبة 6% بحلول عام 2025، وهناك 22 مبادرة في هذه الخطة يجب أجل. تنفيذها. نعم، شكرا جزيلا لك سعادة الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا رئيس هيئة الطاقة المستدامة، شكرا على هذه المداخلة.